وثالثا اعتقد انه مساله تكريم هاتريك ما اجى اعتباطاً. شكرا حقيقه يعني من الناس اللي مو فقط احنا يمكن قدامك احنا ما نريد نشيد، لكن بالمجمل نقول نشيد بالجهود اللي بذلت من كل الاخوان. كابتن في وحده ما صفق الحمد لله، وشكر الناس المعنيين. اعتقد انه هذا اقل شيء ممكن يقدم لبرنامج هاتريك، فمبروك لك وكل الاخوان العاملين استاذ نزيه او احمد سعيد والاخوان اللي عاملين خلف الكواليس، الجهود الكبيره اللي بذلت خلال اعتقد انه رساله كانت خير داعم للمنتخبات الوطنيه خلال مسيره سنوات طويله، وخلال فتره قصيره اعتقد انه هذا تثمين لجهود كبيره بذلت، فمبروك الف مبروك لكم. اما عن مشاركه نادينا اعتقد انه الكل يعرف انه نادي الكهرباء بهذا العمر اللي وصل الى نهائي نصف نهائي، اعتقد انه يحق لنا نفتخر انه نادي الكهرباء عملناها خلال هالفتره القصيره، وصلنا الى مراحل نمثل العراق في محفل اسيوي كبير. بالاضافه حقيقه لا ننكر انه جهد الكبير اللي بذلها الحاج علي الاسدي مع العاملين الاخوان بالاداره والتركيز على بطوله اسيا، حقيقه الكل يعرف انه نادي الكهرباء العام قدم صوره ما احنا نقول احنا سعينا وعملنا وقدرنا الحمد لله وشكرا انه تكون كره نادي الكهرباء موجوده في الدوري العراقي وعندها حضور مميز، ما نقول احنا بالمقدمه لكن عندنا حضور مميز، وهذا تكلل من حضور مميز انه الحمد لله والشكر انه خلال بطوله اسيا ممكن بعض الاحيان في بطوله الدوري بدايتنا بالدوري كانت بدايه غير موفقه وبعض الاخفاقات، لكن جل اهتمامنا كان على بطوله اسيا والحمد لله والشكر الان وصلنا الى مراحل متقدمه مثل ما تحدث.